بالتأكيد بالتأكيد، هنالك مؤسسات عائقة داخل الولايات المتحدة تتخذ وترسم السياسات الاستراتيجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بأهم الملفات الإقليمية والعالمية، لا سيما منطقة الشرق الأوسط الأكثر التهابا والأكثر أهمية للولايات المتحدة. اليوم رأينا بعد زيارة بايدن ونزوله في مطار بن غوريون، أول مكان الذي التقى وزاره بايدن كان الموقع الإسرائيلي للرد الصاروخي اللي الآن تزود بتكنولوجية الليزر، وهذا يؤكد نوع من التغيير حتى في سياسة الزيارات للرؤساء الأمريكيين اللي كانوا دائما ما كانوا يزورون الأماكن يعني مثل هولوكوست وغيرها، لكن الآن اللهجة مختلفة وهي تحمل رسالة في ذاتها أن الولايات المتحدة تتخذ قرار استخدام وتلوح استخدام الحرب واستخدام القوة ضد إيران كخيار عسكري وكخيار استراتيجي. هل هذا يعني أن واشنطن لم تعد تعول على الدبلوماسية في الوصول إلى الاتفاق النووي؟ يعني بايدن والإدارة الأمريكية خاصة الإدارة الديمقراطية هي دائما تريد أن تحلحل القضايا الإقليمية والشائكة من خلال المفاوضات ومن خلال الدبلوماسية، لكن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تريد حلحلة الأمور بسهولة، لذلك اتخذت سياسة المماطلة والتسويف داخل المفاوضات، وبالرغم من أن المفاوضات لا تزال ساية في قطر وفي فيينا، لكنها لم تسفر أيضا عن أي جديد في مضمار التفاوض وانتهت في بدون أي نتيجة لأي طرف، فهذا يزيد طين بلة ويزيد الوضع سوءا بالنسبة لإيران وخاصة بالنسبة للدول الإقليمية مثل إسرائيل والدول العربية التي تريد أن ترسي هذه المفاوضات إلى نتيجة. ذكرت الدول الإقليمية لدي سؤال لك، إنه كان هناك تركيز أيضا على في هذا الإعلان تركيز على ضرورة بناء تحالف إقليمي لمواجهة خطر إيران، الآن وبعد توقيع إعلان القدس هل تعتبر هذه الوثيقة نقطة تحول استراتيجية بتفعيل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وكيف تنظر إليها طهران؟ بالتأكيد بالتأكيد، أساسا المملكة العربية السعودية يوم أمس أعطت رسالة إيجابية لإسرائيل بأنها فتحت المجال الجوي لإسرائيل مما يغلل 3 ساعات طيران من إسرائيل إلى دول آسيا، وهذا مؤشر جيد وإيجابي من قبل العرب تجاه إسرائيل، ومما يغرب وجهات النظر في تفعيل الناتو العربي العبري الجديد الذي من الممكن أن يوصل الدول العربية وإسرائيل إلى اتفاق شامل استراتيجي كقوة دفاعية مثل فايسو أو ناتو. فهذا أنا أعتقد أنه أسباب هذا الاتفاق هو زعزعة الأمن الإقليمي من قبل إيران، وأنا أعتقد في جانب آخر أن السعودية وإسرائيل يطلبوا من الولايات المتحدة تزويدهم يعني المنظومة الدرع الصاروخي، فهذا التقارب يزود ويسرع هذه الاتفاقية وهذا التزويد السلاح من قبل الولايات المتحدة إلى الدول العربية وإسرائيل. نعم، سؤال أخير، في ظل هذا التقارب العربي وربما الإسرائيلي هناك اجتماع مرتقب الثلاثاء القادم في طهران بين روسيا وتركيا وإيران، برأيكم سيد جاسم هل يمكن أن نشهد ربما اتفاقيات أو تفاهمات ردا على إعلان القدس؟ بالتأكيد، أساسا الولايات المتحدة تراجعت من غايتها ترك منطقة الشرق الأوسط، لأن بايدن قال في مقال أخير له أن خروج الولايات المتحدة وتركها للشرق الأوسط يعني عمل فراغا من الممكن أن روسيا والصين يملأوا هذا الفراغ، وإيران تلعب دور محوري في يعني جاي روسيا والصين إلى منطقة الشرق الأوسط مما يؤجج عملية السلام ويؤجج ويزعزع الأمن القومي. فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة تعي هذه النقطة جيدا ولا تسمح لأي دور آسيوي وروسي بالدخول وله أي مرفأ ويعني أقصد موطأ غدم داخل منطقة الشرق الأوسط. نعم، أشكرك جزيل طارق جاسم، سياسي ومختص في الشأن الإيراني، كنت معنا من واشنطن، شكرا لهذه المداخلة.